طبعا مسكنات الألم هو أدوية تستخدم للتخفيف من حدة الألم، وببيوتنا كلياتنا لو اطلعنا راح نلاقي عندنا على الأقل 10 أنواع من مسكنات الألم المختلفة، وبالتالي عادة احنا يعني هي احنا بنقصد فيها الأدوية اللي تستخدم لعلاج الصداع مثلا، الأدوية اللي هي خافضات للحرارة، الأدوية اللي تستخدم لبعض حالات التهاب العضلات او اللي هو شد العضلي، كلياتها هاي تصنف ضمن ما يسمى مسكنات الألم. اكثر الأدوية استخداما كمسكن للألم اللي هو الباراسيتامول بأسمائه التجارية المختلفة العديدة اللي صرنا نشوفها على رفوف الصيدليات بكميات كبيرة، متناسين انه هاي كثير من خافضات مسكنات الألم قد يكون لها تأثير جانبي، تأثيرات سمية قد لا تكون محمودة العواقب إذا استخدمت بكميات كبيرة. يعني بيجي بقول لك مسكنات الألم حبتين، ممكن واحد والبعض إذا بوجع رأسه واستمر وجع الرأس يتناولها 4 أو 5 مرات، لا ما هلك، دير بالك من استخدامها بهاي الكمية الكبيرة. إحنا يوم ما نحكي مسكن ألم، مسكن ألم إله عيار معين، وبالتالي أنا ما لازم بأي حال من الأحوال أتجاوز باليوم 3 حبات. إذا تجاوزت 3 حبات شو مكان الدواء، أي نوع، أي ماركة تجارية، وأي مسكن ألم باختلاف أنواعها، معناته أنا سبب الألم آخر، معناته في سبب آخر، لأنه بكثير من الأحوال وجع الرأس قد يكون عرض لمرض آخر أنا ما بعرفه، مش بالضرورة، وفي بعض الأحوال بيكون وجع الرأس نتيجة مثلا انخفاض السكر، قد ما تناولت مسكنات ألم ما رح تستفيد. فبالتالي بحالات كثير احنا يساء استخدام مسكنات الألم وبنستخدمها بكميات كبيرة، وبعد فترة بسيطة بصير المريض يشكي من ألم بالمعدة. السؤال المهم انه هل انا مثلا ممكن اتناول مسكنات الألم بدون ما انه يكون في عندي تأثير جانبي بألام المعدة؟ الجواب البسيط لهذا السؤال لا، لانه بالأغلب هي آلية عملها تعتمد على آلية، فيش مجال لشرحها الآن، ولكن تأثيراتها الجانبية إنها هي لازم تأخذ على معدة مليانة، وديروا بالكم في كثير من الناس بقوم على الريق وبتناول أي دواء. بنحب نركز بشكل أساسي إنه إحنا نتناول الدواء وخصوصا مسكنات الألم جميعها على معدة مليئة، نتناول كوب من الماء كامل بعد مسكن الألم، وما بنتجاوز الجرع اللي هي مكتوبة على العلاج، حبة إلى حبتين بحد أقصى 3 إلى 4 حبات يومين. إذا استمر الألم أكثر من هاي الفترة معناته هناك سبب آخر للألم لابد أن نبحث عنه. الاشتراك في قناتنا الطبية، اضغط اشترك. لمعلومات طبية أخرى شاهد الفيديوهات التالية.